حكايات محمد أحمد يعقوب تقدم ولاد صغيروني. إن قام ولد صغيرون ما عرفنا لقيمة، لا من صار عجوز فضلت صفاته زميمة، وكل ما خصنا فوق بتوحي إنه بهيمة، مباري له شيخ لابس ثلاثة تميمة، والزول الصغيرون عقله فاشل ديمة زي كل الحمير اللافة بل هي كريمة، وإن ضاع العقل والفطرة ذات سقيمة صعب درب الرجوع للحق بدور له عزيمة، وقالوا ليت صغيرون جاي يعلم فينا ويقول دين الجدود حسرة وندامة علينا، يا ناس العناد والله ما بنجينا، يقول درب الرسول وتقولوا نحنا بينا، وقلنا وليت صغيرون بيعلم أمة، وفي حديث الغلام أكبر دليل يا أمة، لابس ليك شال 60 ضراع العمة ولا بتخجل، لابس ليك شال 60 ضراع العمة ما بتخجل ولا حافظ ضحين جزء عمة، وفي دين الجدود كم ضاعوا ناس بالجملة، عادوا الدين جهل قام باروا ناس بشملة، كل واحد جهول ولا بيعرف يكتب إملة متناسي الحساب، ماسك حساب العملة، كل واحد جهول ولا بيعرف يكتب إملة متناسي الحساب، ماسك حساب العملة. قدمت لكم هذه المادة من جروب الجيل العاقل بالتنسيق مع قناة ودنائر السلفي.